الموقف الإخباري مشاهدي قناة النيل الأزرق لهذه الليلة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق والركن عبد الفتاح البرهان حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا وكافة دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة. وأثنى البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أثنى على مواقف روسيا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه نقل سيرجي لافروف لرئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق والركن عبد الفتاح البرهان تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عبر فيها عن تقديره لمواقف السودان الداعمة لروسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم روسيا للسودان. استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن الأزمة السياسية الراهنة بالسودان، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي عن سعادته بزيارة السودان، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك، خاصة اللجنة الوزارية المشتركة بما يحقق مصالح البلدين. أكد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق اتفاق السودان وروسيا على تعزيز تعاون خاصة في مجال التبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية. وقال الصادق في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بمطار الخرطوم إن الطرفين ناقشا القضايا الثنائية، مؤكدا دعم السودان لسعي روسيا من أجل خلق عالم متعدد الأقطاب. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الحلول السودانية التي تتم بواسطة السودانيين أنفسهم دون تدخلات خارجية في قضاياهم الداخلية، مشيرا لدعم روسيا لتعزيز الديمقراطية واستقرار الوضع في السودان. أؤكد على الحلول السودانية التي تتم بواسطة السودانيين أنفسهم دون تدخلات خارجية في قضاياهم الداخلية. روسيا تدعم تعزيز الديمقراطية واستقرار الوضع في السودان، ونرحب بالجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن. أنا سعيد بزيارتي للسودان، وهي زيارة ناجحة حيث تم الاتفاق فيها على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين. وهنا نثمن جهود السلطات السودانية لتهيئة مناخ الاستثمار للشركات الروسية خاصة في مجال التعدين. قال رئيس ميثاق شعب السودان البروفيسور محمد الأمين أحمد إسماعيل إن ميثاق الشعب جاء لحل مشكلة الفترة الانتقالية، وكشف خلال مخاطبته اللقاء الذي عقده الميثاق بولاية كسلة بحضور ممثلي لجان المقاومة المستقلة ورجالات الإدارة الأهلية بكسلة، كشف عن التوافق مع جميع الكتل السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة والإدارات الأهلية على الميثاق وبنوده لوضع لبنات أولية للخروج من الأزمة السياسية، داعيا إلى إيجاد حل لملف قضية شرق السودان. وقعوا كيانات مستقلة كثيرة وقبائل كثيرة، وأهم من ذلك هم لجان المقاومة. انظروا لأي مبادرة أخرى، أين لن تجد فيها لجان المقاومة، لجان المقاومة المستقلة. هذا دورها، وإن شاء الله أنا أعتقد اعتقاد جازم هذا الميثاق سينفذ ولا يوجد أي بديل له. احتفلت كلية النهضة بافتتاح 12 معرضا علميا ضمن احتفالات الكلية بالأسبوع الثقافي العلمي لاستقبال الطلاب الجدد، والذي يحتوي على معارض علمية وثقافية وتراثية وبازارات ومناشط توعوية.
وتشارك في المعارض عدد من الكليات الطبية والتقنية، حيث يهدف الأسبوع لعكس آخر التطورات والمستجدات التي وصلت إليها العلوم والتجارب العلمية. وقالت أمينة الشؤون العلمية دكتورة سرة حسن عبد السلام إن كلية النهضة لها شركات دولية أو شراكات دولية ومنصات عالمية قوية تقدم خدمات علمية للطلاب. معارض علمية يقوم بها الطلاب في كل سنة كلية النهضة، اللي هي بتقسم لي كل التخصصات من طب، أسنان، صيدلة، مختبرات، هندسات، أشعة، هندسة طبية، كلهم بيعرضوا تخصصاتهم، بيعرضوا علوم بتاعتهم، بيورونا هم أساسا آخر حاجة وصلت لها علوم من شنو، بيشرحوا الكينونة بتاعت القراية اللي هم بياخدوها في كليتنا، واللي هي بتحبب الطلبة الجداد اللي نازلين في نفس التخصصات دي إنهم يعرفوا أكتر، إنهم يجتهدوا أكتر في التخصصات بتاعتهم، إنهم يعرفوا عن مجالهم أكتر. انتهى مشاهدين الموقف الإخباري، ختاما تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.